بهذا المقطع يا أساطير راح نشوف مع بعض نظرة سريعة ومهمة والأشياء المهمة بعد التحديث حبايبي، ونحرق أبو متجر الهاكر ونحصل على رقصة البويا. ليتس جو. أوكي شباب، مثل ما أنتم شايفين حبايبي أهل الأخوة، نبلش بهذا المقطع. شباب لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد وتفجروا أبو على التعليقات واللايكات، ولا تنسوا شباب أعطوني رأيكم بالفيديو نزلته من شوي شباب على القناة تبع البطولات. أوكي خلينا نبلش شباب نشوف شملة سريعة على التحديث. اوكي بس راح نشوف التحديث بكل دقة شباب على البث المباشر المسويات. اوكي يلا نبلش شباب نشوف هون. طبعا هو شباب البروفايل تغير صاير كلش حلو الصراحة، يعني شيء اسطوري. اوكي في كتير اشياء تغيرت حبايبي الكرام، يعني في كتير حلو بالنسبة للبروفايل شباب، شيء مزبوط ولوز اللوز. اشياء التيم كود تغير، مكان التيم كود اللوبي لما تكون بالسكوات تغير كتير حلو. بالنسبة للشباب طلعت نشوف الرقصات اذا نزل شي رقصات جديدة شباب، نشوف شي نزل شي جديد شباب الحلوين. اعتقد ما في شي نزل، لا والله ما في شي نزل. المهم ندخل في شي نزل شباب اسطوري، ندخل على اللاكن رويال نشوف الاشياء نزلت. اوبا شباب اتغير المنظر تاع المكان الحاضني، ثواني البطاقات صاروا موجودات فوق ام 4 اشياء لوز. او يعني حتى شاب راح يتغير السكين بعد 7 بعد 8 ساعات راح يتغير السكين هذا اللي موجود بالحاضنه. هذا حلو لوز اللوز، شيء مرتب والله. بالنسبه للحاضنه بعد 9 ايام هذا وشفناه، نزل سكين اسطوري شباب بالتوكنات الحمراء. خلينا نروح نجيبه شباب بسرعه. وين المتجر؟ ادخل المتجر شوف نزل المتجر. هذا هو شباب، هذا هو السكين اسطوري الصراحه، عن جد تعجبني، عن جد شيء مرتب. خلينا ناخذه شباب. Let's go. ناخذ كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. تعال تعال تعال. اوه السروال فظيع، السروال فظيع كثير شباب. كفو كفو. اوه حتى السكين البنت ما كنت اخذه، هات ناخذه نكمل. هات ناخذ سكين البنت شباب نفس الوقت. ول 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 لوز لوز. ناخذ هذول السكينات كلياتهم شباب، نسيت اخذهم انا. ول معقول ما كنت اخذهم؟ اوكي anyway بعدين بنشوف شباب. خلينا ندخل على الأشياء المهمة الأكثر من هيك. وينو 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 وينو؟ عنا أشياء شو كمان تغير؟ خلينا نشوف. أوكي خلينا ندخل على المهمات حبايبي. طبعا هون شباب على اليمين صار عنا شيء هون متسحت بالزاوية، في شيء اللي اسمه الكلايم أول، يعني نقدر ناخذ كل شيء فرد مرة. عندنا شيء كتير حلو هون، في أشياء كتير جديدة شباب، بس ولكن راح نكتشفها مع بعض شوي شوي اليوم المسويات على البث المباشر إن شاء الله. خلونا ندخل على المتجر شباب، على المتجر الهاكر. خلونا ندخل على المتجر الهاكر ونجيب ابو رقصة البويا شباب. ليتس جو. قول لي والله شي مرتب. اوكي خلينا نختار هذا، نعمل هي هيك. نعم نعم. اوه تغير شكل المتجر الهاكر شباب، شي اسطوري والله حلو. لوز 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 لوز. خلينا نعمل انتر. هو في ميوزك، شو الميوزك؟ بس يا ول شباب تعرفوا حظ الزفت الموجود. لا والله شباب لا، الفترة الأخيرة شباب جبت سكيل قبل اللفة الأخيرة، ممكن يمشي الوضع. هات لنشوف. زفت زفت. لا شباب لا بعرف، يعني بعرف الصراحة بعرف، يعني إنه يعني 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 ممكن ممكن ولا شيء، يعني انه ممكن ولا شيء، انه ممكن ولا شيء. شايفين شباب بعرف حظي البيض، بعرف حظي البيض شباب، بعرف حظي البيض شباب. خلينا ندخل بسرعه ناخذ حط الرقصه تمام. و وين الرقصه؟ ناخذ الرقصه شباب، ندخل بالساحه اللي عم ندخل الجيم هيك سريع شباب، نشوف بسرعه الاشياء اللي جاي نازله جديده. واو ول 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 ول. شايفين شباب شو هذا الجديد؟ نزل شيء جديد شباب اللي هو شيء كثير حلو عشان عجبتني كثير، هي انه نقدر نمشي ونشوف حوالينا، يعني مثلا تجرون تلبسون كبسة الجري تمام وتدور حواليك الشاشة مثل ما انتم شايفين شباب. عن جد هذا الشيء كثير اسطوري. شوي على اليسار. Let's squad up for the next round. اوكي هنا بيعطيك دعوات
ضافت تدخل بالسواد والرامات الجاي ساوند. شو هذا؟ هذول الاشياء اللي بيتلموا. لا شباب عن جد الساحة اسطورية، الساحة حلوة كتير، الساحة اسطورية الصراحة، عن جد الساحة اسطورية شباب. كلوس ندخل نشوف اشياء هيك على السريع شباب، نجرب نشوف شو في جديد كذا بالجيم. طبعا هذول شو هذا؟ Finally, let's play squad up for the next one. يعني شباب بيعطوكم دعوات هون على اليسار، هي الشيء شغله بتعطيكم دعوات انكم تشتركون بال، يعني بعت لك هيك ارسال مسبق يعني. حتى الشيء اللي عرفته شباب انه تقدر تعطي لايكات للسكواد اللي انت معه بدون ما تموت يعني، فهمتوا علي؟ شايفين شباب الشيء الاسطوري؟ هي عن جد شيء اسطوري، هي شيء اسطوري، هي كثير بتنفع شباب لما تنزل او شيء شيء مرتب. طبعا ما عندي النسر، راح ابلع هيك شايف انا. ليتس جو. اوه شباب نزل الشيء مثل هذول سكينه، هنالك سكينه نايف. ثواني شو هاد؟ سلاح جديد شباب، سلاح جديد هذا، سلاح جديد هذا. اوه شو دقان هذا؟ سلاح شو دقان اسطوري. ويل شو دقان اسطوري هذا شباب. اوه هذا مثل يشبه شو دقان، والله سلاح اسطوري. هوني الاوك شباب حسيت متغير، انه متغير شوي الاوك. الرقصة الجميلة لوز اللوز. يا زلمي خلينا نعرف نتنفس يا زلمي، العم ضربك شو هذا؟ واو 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 واو. شو هذا؟ هذا شباب هون بنقدر نجرب. حلو حلو حلو، بتعمل هيك بتعمل ريفريش هون نقدر نجرب. شباب هون على اليمين فوق تحطون تجربون الاسلحه شباب، تختارون الشيء اللي بدكم اياه، الدمج واللي الشخص اللي بدكم اياه لامامكم هاي شيء حلو، شيء حلو شباب. طب ثواني شباب خلينا نجرب السلاح هذا اللي نزل جديد، هذا السلاح هذا والماج هذا شباب. ماج سلاح اسطوري شباب، كان موجود بالايام ما اعرف اللاعبين كونتر سترايك، اذا بيشوفوا هذه الثانيه يكتبوا التعليقات. نعم هون نقرب عليه. لا والله حلو الاسلام، شيء مرتب. طبعا شباب هو طبعا عنده حاطط، انا حاطط له خلينا نصفر له كل شيء شباب، نعم نحط له ولا شيء. شوفوا هيك مثلا هيك بدون 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 شيء، هو يضرب 110 بالهيد 20، حتى الطاقات السريعة يعني ثواني فهمت. والله شيء لوس. خلينا نشوف شو في نزل جديد شباب هون. هون ما في شيء جديد، طبعا هون نزل الشيء ما بعرف هيك مثل هون تمام، ما في شيء. خلينا نشوف هون ما في شيء، خلينا ندخل ننزل هون هالباب. شو موجود هالباب؟ هذا باب جديد سكول مدرسة مكتوب. شو ها؟ تجمعات Glow School. مكان تدريب للثلج، تدربوا على الثلج شباب، هون تدرب على الثلج يعني. هون بتدرب على الثلج يعني، والله شيء حلو يعني، حلو هاي يعني. يعني لازم ما شاء الله، والله حلو 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 مرتب حلو. كابو جوري كده يطلع شباب خلاص، ما بدي اطول عليكم اكثر من هيك. خلينا ندخل على وين في كمان، ندخل خلينا ندخل على الساحه من برا نشوف الاوضاع شو في هون. الو جايز، والله لو نقدر نفتح المايكلاتنا مع بعضنا شباب. شوف الراس، شوف الراس، شوف والله شو هذا، شو هذا يا الله، كيف عملوا هذا، كيف عملوا يا شباب؟ شوفوا شوفوا الرز
راسك يلا شوف خلينا نطلع نشوف نعمل فسحة سريعة. والله شيء لوز اللوز والله شباب شيء مرتب على خير والله يعني مكان حلو شباب كتير كتير يعني لا حسك ب اوه هنا في اشياء حلو والله شيء مرتب كان في اشياء مكتوب عليه خلينا نشوف هنا كرة طب ماشي شباب اعتقد هيك شفنا اهم الاشياء لليوم حبايبي اعطونا رايكم بالتعليقات شباب لهذا التحديث اشياء جديده شباب بعد شوي ان شاء الله حنطلع على اللايف بس مباشر ونشوف التحديث يعني نشوف كل الاشياء المهمه فهمتوا علي كيف حبايبي اعطونا رايكم بالتعليقات لهذا التحديث النازل جديد اشياء جديده شباب ما شفتها بال هون اوه هي السينما كانت تغير الكراسي حلو خلينا نكمل اعطونا رايكم هون هذا في واحد جنبي عم يلحقني هلو سوشيال زون اوه شباب والله كل شيء متغير هون والله الصراحه شيء لوز اللوز والله اشياء وواو واو انا بروح جنب الفيل وانا هذيك كله لوز بس يا زلمه بيلحقوني يا زلمه خلوني بحالي حبايبي الكرام هيك بكون انتهى مقطع اليوم يا اساطير ان شاء الله عجبكم مقطع هذا الورع عم يسرعني رجع لي راسي هذا اللي ورا حبايبي بنشوفكم ان شاء الله بعد شوي على اللايف كل المسويات اوكي طبعا شباب انا بعمل مباشره يوميا على الفيسبوك حبايبي تعالوا اهلا وسهلا على تقريبا على الساعه 6 وفوق كل ما عليك تدخل على الرابط تحت تدخل تحت تفعل زر الجرس وان شاء الله يعني بنشوف التحديث عن قرب اكثر واكثر شباب يا جميلين بنشوفكم مسويات مشاهدين ممتعه الى اللقاء.